واطي السرعة في يوم الكبار ويوم الحول والزمول في هذا اليوم، يوم الأحد 13 من إبريل 2014، حيث نتواصل مع انطلاقات أشواط أبناء القبائل من مسافة 6 كيلومترات. هذا هو الشوط التاسع ينطلق، والإبكاء الحول تنطلق المحليات الأصايل وتندفع في هذا التحدي. أبدأ مع مقدمة هذا الشوط الشهنية على المركز الأول، سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري على المركز الأول، وهملولة من الجانب الآخر، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي على المركز الثاني وثالث المراكز، الرباعة هذه لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني الضيف من المملكة العربية السعودية، المركز الرابع هذه جواهر تحت الرابع المراكز، أحمد بن محمد بن فهد الخاطر هنا يتواجد على رابع المراكز، المركز الخامس زعفرانة على خامس المراكز، عبد الرحمن بن سعيد الناصري، بينما المركز السادس هذا شعار بن منانة مع الظبي سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، المركز السابع أشوف مخيفة على المركز السابع عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي، وثامنا تتواجد الشهنية لسعيد بن ناصر بقبي المنصوري الذي يتواجد شعاره على المركز الثامن، والمركز التاسع هذا شعار غانم بن علي بن حمودة أو أحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع الدرعية على المركز التاسع، والكورة تحت المركز العاشر لتختم ندائي الأول لبخيت بن سعيد بن عيسى الفلاحي. أيها الإخوة المتابعون، هذه المراكز العشرة الأولى التي أعلنت لحضراتكم، هذه أشواط الكبار، وهذه الأسماء التي دونت وسجلت حروفها من ذهب، استمرت في هذا العالم الساحر من سن الحقائق واللقايا والإجذاع والثنايا، واليوم تشارك مع الكبار مع الحلي والزمول هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة. جوائز المرموم كلها سيارات، الفترة الصباحية والفترة المسائية كلها سيارات، نتمنى التوفيق للجميع. حضر لك سبوق، خذ لك سيارة، الله يوفق الجميع. هذه الأسماء اللي أعلنت لحضراتكم، هناك أسماء لم يحن وقت دخولها حتى هذه اللحظة. أعود مجددا مع حضراتكم إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الصدارة، وهذه اللي تحتل المركز الأول الشهنية سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري، محتلة صدارة هذا الشوط. والمركز الثاني من الجانب الآخر أيضا وصيفة لها، هملولة لناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي تحتل المركز الثاني من الجانب الآخر. المركز الثالث أنتقل لأجد مخيفة تتقدم، وهذا شعار عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي، ورابعا الدرعية لأحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وديروا بالكم من الدرعية هذه اللي بالمركز الرابع. المركز الخامس المتجاوزة والمنطلقة الكورة بخيت بن سعيد بن عيسى الفلاحي، أعلنتها بالمركز العاشر قبل لحظات. المركز الرابع اللي تقدمت إلى رابع المراكز الشهنية لسعيد بن ناصر بقبي المنصوري، انتقلت بدورها إلى دائرة المراكز الخمسة الأولى لتبقى الدرعية بالمركز الخامس بشعار أحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز السادس تجاوزت هذه الشهنية مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، وسابعا تتواجد جواهر لأحمد بن محمد بن فهد الخاطر، والمركز الثامن غزلان لناصر بن حمد بن علي آل فهيدة المري، والمركز التاسع اللي هي الرباعة للسيد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. هذه المراكز العشرة على حضراتكم، ونحن نسير
في هذه اللحظة عائدين إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. يا سلام، شوطنا التاسع وهذه اللي بالمركز الأول هملولة على المركز الأول، تطمح في تحقيق نقطة أخرى بعد أن حققت مصيحة نقطة في هذا اليوم لهذا الشعار. ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي اللي تتواجد في المركز الأول منطلقة مع تحديات المرموم في أشواط السرعة. يا سلام، خلاص اليوم يوم سرعة، غدا سننتقل إلى مسافة 8 كيلومترات مع سن الثنايا، مع الحول والزمول. نعم، يوم الغد ويوم المجسمات. يا سلام، الأيام المرتقبة، خلاص بدأ المهرجان بالعد التنازلي، وبدأنا نحن أيضا مع هذا الشوط بالعد التنازلي مع خط النهاية. وهذه هملولة على المركز الأول في صدارة هذا الشوط، في رصيدها 3 سيارات. وهذه اللي تحتل المركز الأول سجلت نقطة في ميدان الوثبة. يا سلام، يا سلام على المركز الأول وعلى الصدارة. يا سلام، هذا شعار ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي مع هملولة، دماء هملولية تجري في هذا الشوط وفي مقدمة هذا الشوط. يا سلام، المركز الثاني، شوف المركز الثاني، هذه الشهنية سعيد بن ناصر بقبي المنصوري، وثالثا الشهنية لسعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري أيضا. والمركز الرابع تتواجد الكورة لبخيت بن سعيد بن عيسى الفلاحي، وخلونا مع هملولة، خلونا مع هملولة. افتتحت الكيلومتر الأخير، طارت إلى السيارة. والنقطة الثانية اليوم، النقطة الثانية اليوم يسجلها الخيالي ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي، والسيارة الثالثة لهملولة، كما يؤكدها كمبيوتر المرموم يقول لي السيارة الثالثة في رصيد هملولة. هذه هملولة بثقة الكبار وبانطلاق الكبار وبفوزها المستحق في هذا الشوط. هذه هملولة في هذا الشوط الخاص بالمحليات تفوز مع هذا الشعار ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، فازت في هذا الشوط هنا مع لوحة 400 متر الأخيرة عن خط النهاية وعن الناموس المرتقب مع خط النهاية. هملولة، هذه هملولة، أهني مالك هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي الذي انطلق مع هذا الشوط. شوف المركز الثاني، الشهنية مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيالي مع المركز الثاني، ولكن وصلت إلى الحزام. هذه هملولة، تهانينا لمالك هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، تهانينا. والناموس المركز الثاني، الشهانية المبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيالي احتلت المركز الثاني، الشهانية بالمركز الثالث لسعيد بن ناصر بقبي المنصوري، ورابعا المركز الرابع الرباع لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني، خامسا تحمل الرقم 5 هجر لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. أيها الإخوة المتابعون، هذه المراكز الخمسة أعلنتها لحضراتكم، تهانينا لمالك هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي اللي سجل نقطتين في صباح هذا اليوم، وأضافت هملولة السيارة الثالثة في رصيدها. وبالمناسبة هملولة هي الفائزة بشوط الإسبرنت في مهرجان جائزة زائد الكبرى التي أقيمت في الوثبة. تهانينا لمالك هملولة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، وتوقيتها الزمني 9:27.7 من الثانية. وشكرا يا الزبون من قدم هملولة في هذا الشوط، تهانينا. والناموس المركز الثاني،
الشيهانية بالمركز الثاني، مبارك بن محمد بن مبارك بالحور الخيلي فازت بالمركز الثاني، توقيتها الزمني 9:29 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث هذه الشيهانية لسعيد بن ناصر بقبي المنصوري، احتلت وفازت بالمركز الثالث في هذا الشوط، توقيتها الزمني بالطبع 9:00. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، على بركة الله نتحرك بشوط آخر، وهذه الانطلاقات المستمرة التي تأتينا تباعا وأعضاء